أخيرا بسألها عن توقعاتها من المنتدى، وهل تابعت أي فعاليات سابقة لمنتدى شباب العالم ولا لا؟ لم أشارك قط في أي منتدى دولي، ولكن شاركت في منتديات في إيطاليا على المستوى كانت عن حول المرأة وعن حقوقها، وقد شاركت في منتدى في اليونان كان منتدى اجتماعي وكان يدور حول القرى الموجودة في الريف، حيث أنني أنتمي لمنطقة الباسك، وبالتالي كنت أشارك في كثير من المنتديات، ولكن لأول مرة أشارك في منتدى بهذا الحجم وهذا الكبر، وبالتالي أنني سعيدة جدا، وسعيدة جدا أنني سوف ألمس بنفسي كيف يتم العيش هناك أو أتعرف على هذه المدينة. احنا بنشكرها شكرا جزيلا، وبنبلغها تحيات التلفزيون الوطني المصري، وترحبها ترحبنا بظهورها الأول على شاشات أو ظهور لها على شاشة في تلفزيون مصري أو في الوطن العربي كله.